10 لنرى مع بعض شركة ألفيت لصناعة السيراميك ماذا تنتج؟ ماركة ألفيت لصناعة السيراميك تم تأسيسها في محافظة بارتن بتركيا منذ عام 1994، وإلى الوقت الحالي تقوم بصناعة السيراميك ومستلزماته، وحيث تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدة دول في العالم مثل مستلزمات الحمامات والموبيليا، ولازالت تبحث عن وكلاء لها في البلدان العربية وغيرها. تم تأسيس شركة ألفيت في سنة 1994، والتي تصنع منتجات السيراميك وتقوم بتصديرها منذ ذلك الحين إلى اليوم. ارتفعت نسبة الإنتاج لدينا إلى ضعفين في السنوات الأخيرة، حيث نقوم بالتصدير إلى ألمانيا وإنجلترا ودول البلقان والعراق والدول الآسيوية، وكذلك إلى جنوب إفريقيا. نقوم بصناعة منتجاتنا ضمن مساحة وقدرها 60 دونم، منها 20 دونم مغلقة. وفي مساحة 20 نقوم بإنتاج 1.2 مليون قطعة سنوياً، ومنها مستلزمات كراسي الحمام والمغاسل وتوابعها. نقوم بتأمين طلبات الزبائن بشكل سريع وبكل احترام. كل عام نحاول أن نصنع شيئا جديدا يلفت أنظار الناس، وبالأخص هذا العام رفعنا نسبة صناعة خزائن الحمامات إلى ضعفين نظرا إلى كثرة طلبات الموديلات التي ترونها بالمعرض. هي من الموديلات الجديدة لعام 2018، وبالأخص ألوان السيراميك المتعددة أحببنا أن تكون متميزة عن العام الماضي، ولاحظنا أن السيراميك الملون يتم طلبه بكميات كبيرة من قبل ألمانيا وإنجلترا بشكل دائم، مثل المطاعم والفنادق والمدارس وغيرها. فنحن كشركة منتجة أحببنا أن نعطي أهمية أكبر من ناحية الألوان والموديلات، وبالأخص اللون الذهبي من الألوان المطلوبة بعدد كثيف تحديدا في البلدان العربية. شركتنا متعاونة، نحب أن نلاقي زبائننا بابتسامة طيبة، كما نحب أن نلبي طلباتهم بشكل سريع. منتجاتنا الجديدة ملفتة للنظر، مثل المنتجات التي ترونها تجذب الإنسان. واليوم في تركيا منتجاتنا عددها أكبر من أي شركة. كما حدثناكم، نحن شركة قديمة منذ عام 1994 إلى اليوم، أي ما يقارب 24 عام، وهذا الشيء يجعلنا أن نتكلم كماركة بكل فخر وسرور. وتستطيعون أن تسألوا الأشخاص أو الشركة التي عملت معنا كيف كان التعامل بيننا. نجاحنا هو الأهم، وهو الذي يسعدنا ويجعلنا دائما متميزين ونطمح للأفضل. نعم، نحن متميزون من ناحية الأسعار والجودة والتعامل، وإن شاء الله سنستمر على نفس هذا النهج. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، دعونا ننتقل إلى شركة صناعة السيراميك في تركيا وهي الأولية ماركة يوكسل سيراميك. هذه الشركة تفكر حقا بتطوير منتجاتها، إذن تعالوا معنا نشاهد مع بعض. من الشركات الأولى المنتجة للسيراميك في تركيا يوكسل سيراميك، كل يوم تكبر عن الآخر في مجال الإنتاج وصناعة السيراميك وغيرها. يوكسل سيراميك شاركت هذا العام في المعرض المقام في إسطنبول ورحبت بزبائنها الأتراك وضيوف من خارج البلاد. يوكسل سيراميك تريد أن تزيد عدد وكلائها في بلاد العرب والخارج. تم تأسيس شركة يوكسل سيراميك في عام 1975، وفي عام 1995 زادت صناعتها وانشهرت عن ما كانت عليه بصناعة السيراميك الحائطي والسقف وما غيره، ومنها واجهة الأبنية الخارجية ومجلى المطبخ وسيراميك الحمامات وكذلك ما يتعلق به. وفي عام 2018 أحببنا أن نشارك في هذا المعرض، وأحببنا أن يروا زبائننا الكرام منتجاتنا الجديدة. انتهينا من المشروع المدروس للعام 2018، والآن سنبدأ بمشروع عام 2019 الذي يتعلق بالموديلات الجديدة للمنتجات المصنوعة التي ترونها الآن أمامكم. تم تسويقها في شهر شباط للعام 2018 وهي الآن متواجدة في الأسواق. تركيا من البلدان التي تتطور وتتقدم إلى الأمام بعماراتها وشوارعها بشكل سريع، ونحن كأصحاب شركات تتعلق بالعمران نحاول أن نقدم شيئا جديدا لبلدنا وللبلدان الأخرى، كما نحاول أن نرتقي وأن نصنع شيئا يسير المستهلكين. أصدقاؤنا وإخواننا الزائرين للمعرض من تركيا ومن كل بلدان العالم ترتفع نسبتهم كل عام عن الماضي، ويسرنا أن نعمل معهم وأن نتوحد لبناء مستقبل مشرق من أجل أبنائنا. الآن من أكثر البلدان التي تتعامل معنا ونصدر لها منتجاتنا هي المملكة العربية السعودية، وكذلك إيران وفلسطين، وكذلك تقريبا الأكثرية من بلدان العرب أي اليمن والمغرب، وإن شاء الله في أقرب وقت تعود البلدان المنكوبة منها العراق وسوريا وليبيا وتعمر مثل ما كانت في السابق. وأنتم تعرفون أن الدولة التركية هي من أكثر الدول التي تحب المساعدة، ونحن واجبنا كأصحاب شركات تركية أن ندعم إخواننا العرب في كل مكان.
نحن شركة حساسة ونحب أن نعطي الأهمية الكبرى لزبائننا في خارج البلاد وفي الداخل. وكما رأيتم عدد المشاركين في المعرض من مدرائنا وأصحاب شركات صناعة السيراميك، ومنهم السيد إيرول بيوكسل سيراميك ووكلاؤنا ما يقرب 20 عام، محافظين على تعاملهم مع الزبائن وأقوياء مثل ما حدثتكم سابقا. منتجاتنا ستأخذ مكانا كبيرا في السوق العربي، ويوجد لدينا فريق أو لجنة تحكيم تقوم بالمقارنة بين 500 نوعا من منتجاتنا كل عام، ونختار منهم 175 نوعا للعرض في المعارض في تركيا وحول العالم. وطبعا هذا الشيء يأخذ كثيرا من الوقت. في السنوات الأخيرة حاولنا أن نصنع شيئا مميزا ويليق بالناس وبأسعار معقولة، ولأنه موجود في السوق التركية والأسواق العالمية، وكما شاهدنا حصل على درجة عالية من التقييم، وتم طلب كميات كبيرة منا إلى خارج تركيا بألوان وموديلات متعددة. أنا كمدير ومؤسس شركة يوك سيراميك كل يوم أعمل على تحسين جودة المنتج وسرعة التسليم والجودة المطابقة للمواصفات القياسية. واليوم تجاوزت منتجاتنا 3200 منتج، وتم تصنيع ما يقارب 20 مليون مربع من السيراميك متعددة الألوان والأشكال منذ 1995 وإلى يومنا هذا، أنتجنا بحدود الأرقام التي ذكرتها قبل قليل. أخيرا أحب أن أختم حديثي هذا أن أقول لكم، ثقتكم الكبيرة تمنحنا القوة والنجاح والتقدم، وصناعات المنتجات التي تليق بكم. أهلا، أنا دانيال كلير سيمسون وأنا زائرة من الولايات المتحدة، وأحببت المكان جدا. كم هو رائع أن أرى ماذا قدمت هذه الشركة من موديلات للسيراميك، موديلات غنية ولها تاريخ عريق. تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاجها بهذه الفخامة. حقيقة كم هو رائع أن أشاهد هذا. نحن الآن ضيوف سبلهومي من أشهر ماركات الخياطة التركية التي تزين منازلنا. سبيل لهم
سيبلا هومي من أشهر الماركات التركية التي تقوم بإنتاج منتجاتها في محافظة بورصة التركية، ومن أشهر منتجاتها أغطية السرير، وجوه الوسادات والبطانيات وما غيرها. تقوم بتصميم موديلاتها بنفسها عن طريق مصممين خاصين بها. وبعد التصميم تأتي المرحلة الصعبة، وهي الأعمال اليدوية التي تنقش الورود والفراشات يدويا. تنتج منتجاتنا بأحدث الآلات، الآلات التي نستخدمها في الصناعة من الآلات الحساسة. سيبيلا هوم يتاك örtüsünde çok iddialı. وتشتهر سيبلا هومي بشكل أكبر في أغطية السرير وتصاميمها، وفي الفترة الأخيرة تم تصدير كميات كبيرة منها إلى الدول العربية. وهذه الماركة تبحث عن وكلاء لها في الدول العربية وما غيرها. تم تأسيس هذه الماركة في عام 1999، وهي من الماركات القديمة المعروفة. وفي عام 2012 تم افتتاح فرعنا في محافظة بورصة، وتنتج أغطية السرير من الألياف وتطرز بشكل يدوي مجهد، يقوم بصناعتها العاملون المحترفون والآلات الحديثة. وفي أثناء التصاميم الجديدة نجلس كلنا سويا ونتفق مع بعض، لأن كل إنسان له ذوقه، ونتفق على أي شكل سيكون الإنتاج. ونتعامل مع الكثير من الدول العربية ومسرورين مع بعض منها، الجزائر والعراق وإيران والسعودية وتونس وقطر وأفغانستان والمغرب أيضا، وإلى حد الآن على تعامل مع بعضنا، ونقوم على تواجد في كل المحافظات التركية، ونعمل على صناعة منتجات نادرة وعالية الجودة. وبما أننا ماركة منتجة، يسرنا أن يكون لنا وكلاء جديدين في خارج تركيا وداخلها، وأبوابنا مفتوحة للجميع. يمكنكم التواصل معنا على مدار ساعة عن طريق الموقع الإلكتروني أو أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة. We'll be right back.
ميهالي من الشركات المنتجة للسجاد في إسطنبول، وتم قدوم عدد كبير من الزائرين إلى معرضها المقام في إسطنبول، واستمعنا إلى آرائهم لنرى مع بعض. تم تأسيس شركة ميهالي للسجاد في إسطنبول عام 1993، وتشتهر بصناعة سجادات الصلاة للجوامع وسجادات البيوت وما غيرها، ونقوم بنفس الوقت بصناعة ورق الجدران ومفارش الجلوس العربية. وفي عام 2015 تم افتتاح أفرع لنا خارج البلاد، والأكبر منهم هو في إفريقيا، ونقوم بالتصدير إلى كافة البلدان منها أمريكا. فيجي داخل olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihracatımız var. وتقوم ميهالي بتحسين جودتها وأسعارها وموديلاتها لإرضاء كافة عملائها. ونقوم بتأمين كافة الطلبات للمعاهد والجوامع والجامعات والبيوت والصالات وما غيرها. مصانعنا في محافظة غازي عنتاب، وصالة البيع في إسطنبول تتألف من 3 طوابق مع مكاتبها. وبالأخص يسرنا التعامل مع الدول العربية ونبحث عن وكلاء لنا. السلام عليكم. شركة ميهالي تقوم بتصنيع السجاد. نحن دائما في انتظاركم، كل الدول العربية والأوروبية وكل دول العالم إن شاء الله. سأترككم الآن مع شركة المنتجة للخياطة ديسي بيرك. Yükselen Değerler programında bu kez Türkiye'nin güzel şehirlerinden biri. ذهبنا اليوم إلى أجمل المحافظات التركية وهي بورصة لزيارة مركز ديسي بيرك للخياطة التي تنتج أغطية الطاولات والكراسي تصنع في تركيا. Bürümcük, koltuk ve sandalye örtüleri Türkiye'de üretiliyor, Arap ülkelerine ihraç ediliyor. وتصدر إلى جميع الدول العربية وما غيرها. ونحن كبرنامج تلفزيوني شاهدنا التصدير بأعيننا. Konteyner yüklenerek Arap ülkelerine gönderiliyor. ويسر هذه الماركة أن يكون لها وكلاء في تركيا وخارجها، ومستعدة لتلبية كافة طلباتكم من داخل البلاد وخارجها. ديسيبرك تكسيل 2016 senesinde تم تأسيس مركز ديسيبرك في عام 2016، تقوم بإنتاج أغطية الكنبات والطاولات. iki ortaklı bir firma olarak kurulmuştur. Daha önce tekstil sektörünün değişik firmalarında değişik faaliyetlerini ونحن شريكين مؤسسين فيها، مصنعنا في بورصة، ويطلب منا كمية كبيرة من منتجاتنا إلى خارج البلاد. bir haline gelmiştir. Günlük alanlarda faaliyet gösterebilirler her türlü şeyde kullanılabilir. وتصنف بأعلى جودة قياسية في تركيا. Çok ciddi derecede özellikle yurt dışında çok ciddi derecede fazla. Türkiye'de tabii yapılan malların kalitesini de değerlendirme açısından konuşursak şu anda birinci kalite bir mal ürettiğimizi ciddi derecede söyleyebilirim. Şimdi biz öncelikle Rusya başta olmak والآن نحن على اتفاق جديد مع روسيا وأوكرانيا، وهذه المرة الثانية التي نتعامل فيها مع بعض بعد نجاح الصفقة الأولى، ونحاول على عمل صفقة جديدة مع دولة سربستان وأوزبكستان والدول العربية منها الأردن وفلسطين وكردستان العراق وإسرائيل. günlük kapasitemizi bu yönde yapılan ebatlara göre fazlalaştırma ve arttırma ve özellikle kalitede نعم، لقد قمنا بتصدير كميات كبيرة في الفترة الماضية إلى البلاد المذكورة. كل يوم عن يوم نقوم بتحسين مستوى منتجاتنا وزيادة عدد الإنتاج اليومي. Bunlar dışarıda fason olarak yapılıyor ama dokuması tamamen üretim yapılan bir firma olarak gerçekleşiyor. Öncelikle ipliklerimizden bahsediyoruz. سنتكلم قليلا عن القماش الذي نستعمله. نقوم بشراء الخيوط والألياف من الخارج، وبعدها نقوم بحياكتها وتجميعها على أحدث الآلات التي ترونها أمامكم. özenli bir şekilde taşıyarak konfeksiyon bölgelerimize taşıyoruz.
حتى المطاط المستخدم نصنعه بأيدينا ولا نحتاج لشراء أي شيء من الخارج. Çantaları, süngerleri, lastikleri hepsini birebir kendi bünyemizde takip ederek konfeksiyonlarımıza iletiyoruz. Ve konfeksiyonlarımızdan hazır mamül ürünümüzü aldıktan sonra ihracatımızı ve sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. Yatırım için dediğim gibi hani bu... ونحن نعمل كلنا هنا كعائلة واحدة وكل شخص يعرف وظيفته ونحن كما ترون على رأس عملنا وهذه المهنة جميلة بالفعل للذين يريدون العمل في هذه المهنة. Biz de işimizin başındayız. Yatırım için tabii ki ticaret isteyen, kendi işini isteyen insanlar için güzel bir iş. Tabii ki biz şimdi iki hafta önce bir ev tekstili fuarına katıldık. لقد قمنا قبل 3 أسابيع بالمشاركة بمعرض في إسطنبول وتمت زيارتنا من قبل عدد كبير من الأشخاص. Oradan bize gelen ilk bir müşteri hani numune bazında mal aldığını. منهم من فلسطين والمملكة السعودية وإن شاء الله سنعقد الصفقة الثانية مع فلسطين. Önümüzdeki hafta bir Suudi Arabistan, bir Filistin yüklemelerimiz var. Filistin bizden ikinci kez yani o müşteri olarak ikinci kez malını istiyor. Demek ki birincisinde başarılı olmuşuz gözüküyoruz. Suudi Arabistan'daki arkadaşımız da وطلب منا قبل يومين عدد كبير من المنتجات من قبل المملكة السعودية وهي الآن على وشك الخروج وفي الفترة الأخيرة اشتهرت شركتنا وأصبحت معروفة بشكل كبير في تركيا وخارجها أيضا. Üretim açısından birinci kaliteyi وما يميزنا الجودة العالية في الصناعة والأسعار المعقولة. Herkesin gördüğüne inanıyorum. Ve herkesin bizi tavsiye ettiğine de inanıyorum. وأتمنى بأن تليق بالجميع. Neden Desibert diye sorusuna gelince de kalite diyorum. أعزائي المشاهدين قد وصلنا اليوم إلى نهاية برنامج الصعود إلى القمة نلقاكم في حلقة الآتية إن شاء الله تستطيعون مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة أو عبر أرقام التليفون نلقاكم بخير في أمان الله. بشحمه ولحمه وما نعرفش أسرار بيخصنا بيها إحنا. مصر ده bir darbe yapıp caminin üstüne sniper'la geçip bir kız çocuğunu ateş ediyorsunuz. Siz sanatçı olarak sessiz de kalamaz. Hayır Allah! 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 مشاهدينا هذا هو محمد شفيق الممثل الكبير والقدير ولمحبين العرب هو ديلي دمير بان ديلي دمير دي وخلينا نشبع رغبة الجمهور دلوقتي في حتة ما تبقى في ذاكرة ديلي دمير لهذه الشخصية لأول مرة على القنوات العربية وعلى الشرق فقط
Deli Demir fi Urtoğlu. Ama halkın iradesi Mursi'yi çıkarmış. Kadim bir tarih Mısır. Allahümme ennukum saymine. Şeyh'il vahidin lefikum. النجم التركي محمد شفيع صاحب التصريحات السياسية الساخنة. ماذا قال ديلي دمير عن الضباط المتورطين في فض اعتصام ربع العلوية مع فيروز حليمة؟ ما كانش ينفع أبدا حد يقدم حلقة تغييره. هايو بزمي ديلي دمير علم وطن بزم هم سنين تأخذ موقف يساند شعب